لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس الثامن، الدرس الثامن ضمائر الفاعل، ضمائر الفاعل. هنا القائمة، المفرد الجماع، ثم غائب مخاطب متكلم، ثم مذكر ومؤنث. حامد ذهب، ذهب فعل مضارع، عفوا فعل ماض، والفاعل هنا مفرد غائب مذكر، الفاعل تقديره هو مفرد غائب مذكر. وأما آمنة ذهبت فالفاعل ضمير مستتر هي، مفرد غائب مؤنث. ثم أنت ذهبت، الفاعل التاء، ضمير التاء، مفرد مخاطب مذكر. أنت ذهبت، الفاعل التاء كذلك لكن هنا التاء مكسورة، الفاعل التاء المفرد مخاطب مؤنث. ثم أنا ذهبت، ذهبت الفاعل تاء الفاعل مضمومة للمفرد، متكلم مذكر ومؤنث سواء. الآن جمع، حامد وهاشم وعلي ذهبوا، هنا ثلاثة رجال، حامد واحد، هاشم اثنان، وعلي ثلاثة. الفعل ذهبوا، حامد وهاشم وعلي ذهبوا، والفاعل واو الجماعة، وواو الجماعة هذه ضمير للجمع غائب مذكر. آمنة وزينب ومريم ذهبنا، هنا ذهبنا الفاعل نون نسوة للجمع غائب مؤنث. ثم للمخاطب، أنتم ذهبتم، ذهبتم الفاعل ضمير التاء، وميم هنا علامة جمع المذكر، الفاعل التاء للمفرد عفوا للجمع مخاطب مذكر. للمؤنث، أنتن ذهبتن، الفاعل التاء، وأما النون هنا تدل على جمع المؤنث، جمع النسوة للجمع مخاطب مؤنث. وأما للمتكلم، نحن ذهبنا، ذهبنا الفاعل نا للجمع متكلم مذكر ومؤنث سواء. تمارين، تمارين. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب، مثلا أين الطلاب الجدد؟ نقاط إلى المدير. هنا الطلاب، الطلاب جمع مذكر، إذن الفعل ذهب أسند إلى واو الجماعة لأن الطلاب جمع مذكر، فصار ذهب ذهبوا. أين الطلاب الجدد؟ ذهبوا إلى المدير. وأما نحن ذهبنا. الثاني، أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. الفعل ما شئتم، ترسر أنتم، نقاط الأذان يا محمد، أذان و أي محمد مذكر محمد، إذن أنت. أسمعت الأذان يا محمد؟ ثم تأمل ما يلي، ذهب فعل ضمير مستتر تقديره هو فاعل.
ذهبوا فعل ذهب فعل زائد واو الجماعة فعل ditambah واو جماعة واونya sebagai فاعل ذهبت ذهب فعل ditambah ta التأنيث sebagai علامة التأنيث ditambah ضمير مستتر تقديره هي sebagai فاعل ini takdirnya ditakdirkan maksudnya dianggap ada فاعل setelah ذهبت ditakdirkannya itu هي ذهبت هي ditakdirkan ada هي di situ dianggap ada هي di situ ذهبنا ذهب فعل زائد نون نسوة sebagai فاعل ذهبت فعل ذهب زائد التاء فاعل ذهبتم فعل ذهب زائد التاء وهذه التاء فاعل وأما الميم علامة الجمع مذكر ذهبت ذهب فعل زائد التاء مكسورة وهذه التاء فاعل للمخاطب مؤنث مفرد ذهبتن الفاعل التاء وأما النون علامة الجمع ذهبت الفاعل التاء المدمومة ذهبنا ذهب فعل زائدنا فاعل عين الفاعل فيما يلي مثلا خرجت الفاعل التاء جلسنا الفاعل نا خامس من الضمائر المتصلة التاء كما في ذهبت وذهبت وذهبت وذهبتم وذهبتن هذه التاء جميعا في هذه الأفعال ذهبت التاء ضمير متصل ذهبت فاعل ضمير متصل ذهبت فاعل ضمير متصل التاء وذهبتم التاء ضمير متصل وأما الميم علامة جمع وذهبتن كذلك الفاعل التاء الواو في ذهب واو الجماعة هنا نسميها واو الجماعة وأما الألف نسميها ألف فارقة ألف مبيدة نون كما في ذهبنا نون هنا نون نسوة نسوة جمع من مرأة مرأة جمع نساء أو نسوة نا كما في ذهبنا نا هنا يكون فاعلا هذه الضمائر ضمائر متصلة تأمل ما يلي أين حامد خرج خرج فعل والفعل ضمير مستتر kata ganti yang tersembunyi setelah خرج seakan-akan ada ضمير kata ganti هو تقديرnya هو أين آمنة خرجت خرجت فعل زائد تاء التأنيث لأن الفاعل آمنة أو ضمير مستتر تقديره هي الله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب